السلام عليكم الاخوات، كما كنشوفوا دابا درنا بي دبليو دي يخرج لنا. حنا كاينين فهم سلاش كولا سلاش هوم سلاش كولاك. درنا مثلا هو ام اي، يخرج لي انا اليوزر نيم ديالي كولا. اوكي مزيان. درنا سيدي جوج نقاط رجعني لهم، درنا سيدي جوج نقاط رجعني سلاش، درنا سيدي جوج نقاط ما عندو فين يديني يخليني في سلاش. يعني سلاش هي الروت ديريكتوري، ياك الروت ديريكتوري مازي. ولكن مثلا درت ال اس مثلا بحال هكا، ياك درت ال اس مثلا بحال هكا، جاب لي الملفات هادو. يعني حقيقة الملفات فين كاينين؟ اجي نشوفهم فين كاينين. اوبن فولدر كاينين في كمبيوتر، كمبيوتر فايل سيستم، هذا هو الروت ديريكتوري فايل سيستم. هو كتلقى بين وبوت وداف اكسترا وهوم. مثلا نشوفو نديرو سيدي هوم، سيدي كالي مثلا الروت، نشوف واش غادي ليستي لنا كالي شنو فيه. اوكي يقول لي بيرميشن ديال نايت. هنا كنعرفو بلي حنا ما عندناش الحق نشوفو الملفات ديال الروت، حيت حنا ماشي روت. باش معروفه الروت بهاد العلام، باش معروفه اليوزر العادي بهاد العلامه هادي، ياك هاد العلامه بحال هكا. اوكي نديرو سويتش يوزر اس في سويتش يوزر، هذا هو اليوزر. دابا حنا ولينا روت، فهمتي؟ دابا اللي قلنا هو اماي يقول لي انا روت، كاين ولا ما كاينش؟ انا روت، الروت في الكالي. اوكي مزيان. دابا هاد الروت في الكالي مالو، شنو يقدر يدير؟ مثلا ال اس مثلا بحال هكا، ممكن يدخل لهاد الملفات مزيان. دابا مثلا الى درنا مثلا سيدي ورجعنا اللور، سيدي رجعنا اللور، نرجع نشوف هنا ال اس. ولكن ممكن نديرو سيدي شارب مثلا، ها هو رجعنا هنا، نقولو مثلا فين ال اس ولا بي دبليو دي، يقولنا حنا سلاش روت. اوكي سلاش روت. المهم هذا هو الروت ديريكتوري. هذا مكان الخوت. وباش كنعرف راسي روت، كنعرف راسي روت بهاد الشارب هادي. سويتش يوزر كولا مثلا بحال هكا، انا دابا رجعت كولا، شنو ولا عندي هنايا؟ ولا عندي الدولار هنايا بي دبليو دي مثلا، او دخل سلاش روت. ولكن مكاينش اكسي ديريكت من حتى بدلنا هاد، بقى لنا سلاش روت. اوكي مثلا نديرو سيدي شارب مثلا بحال هكا، ها هو هنايا. والروت ديريكتوري ديال سيدي شارب هو سلاش هوم سلاش كولا، فهمتي؟ حقا ممكن ترجع للهوم، ماشي مشكل، ممكن ترجع للهوم. اس بي دبليو دي هو ما عندك ما دير في لوم، انت ما عندك ما دير في لوم، حيت الملفات ديالك مجموعين هنايا. لا ما كانش الروت ديريكتوري ديالو هو سلاش هوم سلاش كولا. المهم هذا هو النافيغيشن فايل سيستم، وعرفنا شكون الروت شكون ماشي روت، وفي الفايل سيستم وشكون روت شكون ماشي روت في اليوزر. ودابا غادي نشوفو حوايج اخرى نتعمقو في الفايل سيستم، حيت كاينين بزاف ديال الانواع ديال الفايل سيستمز. كاين فات، وكاين الاكست، والاكست فيه انواع عاوتاني، وكاين ان تي اف اس. المهم غادي نشوفوهم، والسلام عليكم.